كلما ضاق الجواب وهيت مني القوى قد توشحت بها وبها قلبي انطوى أي سر دا الهوى فاسمها كان الدوى ولها الكون استوى وحوى ما قد حوى كلما ضاق الجوى واشتعل كلما ضاق الجوى وهيت مني القوى قد توشحت بها وبها قلبي انطوى أي سر دا الهوى فاسمها كان الدوى ولها الكون استوى وحوى ما قد حوى وحوى ما قد حوى إنها فاطمة خير النساء إنها الرحمة من رب السماء نحو العلاء نحو العلاء كفها نبع الحنان والعطاء هطلت غيماتها بالأولياء أطلت غيماتها بالأولياء والأصفياء إنها فاطمة خير النساء إنها الرحمة من خير إنها الرحمة من رب السماء نحو العلاء كفها نبع الحنان والعطاء أطلت غيماتها بالأولياء والأصفياء سورة الجلال سورة الكمال ابنة الرسول ربة المعالي سورة الجلال سورة الكمال ابنة الرسول ربة المعالي ابنة الرسول منهج الزهراء لا ينحني عند البلاء منهج الزهراء لا ينحني عند البلاء وعلى الظلم اعتلى والدليل كربلاء وعلى نهج الأولى شيعة إن تبتلى ثابتون في العلا بالوفاء والولاء منهج الزهراء لا ينحني عند البلاء وعلى الظلم اعتلى والدليل
كربلاء وعلى نهج الأولى شيعة إن تبتلى ثابتون في العلا بالوفاء والولا بالوفاء والولا ترجموا عشق الأولى قولا وفعلا ولذا في الحشر يلقون محلا ترجموا عشق الأولى قولا وفعلا ولذا في الحشر يلقون محلا ليس يعلى حينما الزهراء تجليهم فتجلى حينما الزهراء تجليهم فتجلى شيعة الزهراء يا أهلا وسهلا شيعة الزهراء يا أهلا طاب نزلا طاب نزلا قبضة النجاة قطرة الحياة عمرها القصير فاض بالهبات قبضة النجاة قطرة الحياة عمرها القصير فاض بالهبات منهج الزهراء إلى ينحني عند البلاء وعلى الظلم احتلى والدليل كربلاء وعلى نهج الأولى شيعة إن تبتلى ثابتون في العلا بالوفاء والولا ثابتون في العلا بالوفاء ثابتون في العلا بالوفاء والولا ترجموا عشق الأولى قولا وفعلا ولذا في الحشر يلقون محلا ليس يعلى حينما الزهراء تجليهم فتجلى شيعة الزهراء يا أهلا وسهلا طاب نزلا قبضة النجاة قطرة الحياة عمرها القصير فاض بالهبات سورة الجلال صورة الكمال ابنة الرسول ربة المعالي ابنة الرسول ربة المعالي ابنة الرسول باسمها الأقدس باسمها الأقدس الغوى يطمس أشرقت شمسا على كل الحضارات وسمت رمزا وسمت عيسا لا تدانيها سماء ومدارات إنها الأزكى إنها الأنقى كم لها فوق العلاء من مقامات
كم لها جرح كم لها نوح كم لها من وجع دمع وثارات باسمها الأقدس الغوى يطمس أشرقت شمسا على كل الحضارة وسمت رمزا وسمت عزا لا تدانيها سماء ومدارات إنها الأزكى إنها الأنقى كم لها فوق العلائي من مقامات كم لها جرح كم لها نوح كم لها من وجع دمع وثارات كم لها من وجع دمع وثارات قال طه فاطم أم أبيها فاحفظوها واحفظوا بعدي بنيها قال طه فاطم أم أبيها فاحفظوها واحفظوا بعدي بنيها دارها الأملاك شوقا تعتنيها ما جرى من بعدي يا شانئيها قال طه فاطم أم أبيها فاحفظوها واحفظوا بعدي بنيها دارها الأملاك شوقا تعتنيها ما جرى من بعدي يا شانئيها إن البتول فاطمة هي الشفيع المنجية ومن عليه تغضب يصلى بنار حامية إن البتول فاطمة هي الشفيع المنجية ومن عليه تغضب يصلى بنار حامية يصلى بنار حامية يا عبقا من الشذام يا بضعة من الهدى يا عبقا من الشذام يا بضعة من الهدى أوصى عليها عامدا وعترتي كان النداء لكنها في الشهداء أول من يلقى الردى قد رحلت ما بين هضم وانكسار قد رحلت ما بين هضم وانكسار وضلعها الكسير قد كان المنار قد رحلت ما بين هضم وانكسار وضلعها الكسير قد كان المنار ضلعها الخلود يرسم انتصاره واسمها الوجود صيغة في عبارة ضلعها الخلود يرسم انتصاره واسمها الوجود صيغة في عبارة واسمها الوجود صيغة في عبارة.